الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 16، سورة الإسراء، الآيات الكريمة من الآية 29 إلى الآية 33، توجيهات شرعية وأخلاقية. عنوان هذه الآيات: توجيهات شرعية وأخلاقية. نبدأ أولا بقراءة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. هذه الآيات أعزائي الطلبة، مطلوب منا إن شاء الله تعالى نحفظ هذه الآيات كما سبقها من آيات أخرى من سورة الإسراء، نحفظها غيبا. والسؤال كما نسألكم دائما أعزائي الطلبة: ما هي الآية التي سبقت هذه الآيات يا ترى؟ أظنكم تذكرون تلك الآية، الآية 28، وهي قول الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نبدأ أعزائي الطلبة بتفسير هذه الآيات. فالله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن، ومن واجبنا تجاه القرآن أن نتدبر آياته ونفهم معاني الكلمات والتراكيب، ونفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. نبدأ بالآية الأولى، ونرجو منكم كل منكم أن يمسك قلما ويكتب تفسير هذه الآيات إن شاء الله. يقول تعالى في الآية الأولى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآية تمثيل للبخيل، فالله عز وجل هنا ينهانا، نقول سمعنا وطعنا يا رب، ينهانا عن ماذا؟ لا تكن بخيلا، لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، كمن حبست يده عن الإنفاق وشدت إلى عنقه. فهنا مثل الله عز وجل وشبه البخيل بمن شدت يده إلى عنقه. ولا تبسطها كل البسط، تمثيل للتبذير والعياذ بالله، أي لا تتوسع في الإنفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في يدك شيء من المال. والغرض من هذه الآية: لا تكن بخيلا ولا مسرفا، والنتيجة فتقعد ملوما محسورا، أي فتصير مذموما من الخلق والخالق، منقطعا من المال كمن انقطع في سفره من الزاد والركوب. ثم يقول تعالى في الآية التي تليها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أي معنى هذه الآية أعزائي الطلبة، أي أن الله يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، فالله هو القابض وهو الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء حسب الحكمة، فهو سبحانه وتعالى عالم بمصالح عباده. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، أي لا تقدموا على قتل أولادكم مخافة الفقر، أي رزقهم علينا لا عليكم،
فالله عز وجل يقول أعزائي الطلبة: نحن نرزقهم ونرزقكم، فلا تخافوا الفقر بسببهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي قتل هؤلاء الأولاد كان ذنب عظيم وجرم خطير. كان أهل الجاهلية يئدون البنات مخافة الفقر أو العار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ثم يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي لا تدنوا من الزنا، وهو أبلغ من قول الله عز وجل ولا تزنوا، لأنه يفيد عندما يقول الله عز وجل ولا تقربوا يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللمس والقبلة والنظرة والغمز وغيرها، فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. لماذا ينهانا الله عن الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيل، أي قبيحة متناهية في القبح، ساء طريقا موصلا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا تقتلوا نفسا حرم الله قتلها بغير حق شرعي موجب للقتل، كالمرتد والقاتل عمدا والزاني المحصن. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي أن الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب أولياء المقتول بألا يتجاوزوا الحد المشروع في أخذ حقهم من القاتل، بأن يقتل غير القاتل أو يمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون. والله عز وجل يقول: إنه كان منصورا، يكفي ولي المقتول أن الله قد نصره على خصمه فليكن عادلا في قصاصه. وهنا هناك مفردات وتراكيب بعد هذه الآيات، علينا أعزائي الطلبة أن نحفظ هذه المفردات والتراكيب حتى يتبين لنا معنى هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولا تجعل يدك مغلولة، كناية عن البخل. ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف. محسورا نادما، ويقدر يضيق الرزق. إملاق فقر. نرجو منكم أن تحفظوا هذه الكلمات إن شاء الله، بالإضافة إلى حفظ الآيات مع تفسيرها تفسيرا وافيا إن شاء الله تعالى. نكمل بعد أن شرحنا، بعد أن قرأنا الآيات قراءة سليمة إن شاء الله تعالى، وشرح وفسرنا هذه الآيات وتعرفنا على معاني المفردات والتراكيب، نتكلم الآن عن أهم موضوعات أو أهم الموضوعات التي تضمنتها الآيات. وهناك موضوعين اثنين: توجيهات اقتصادية مالية وتوجيهات اجتماعية. توجيهات اقتصادية مالية، جاء الله سبحانه وتعالى هنا وجهنا في هذه الآيات توجيهات اقتصادية مالية. لماذا؟ لتصنع لنا قواعد ومبادئ تكفل التوازن والاعتدال في الإنفاق. فهنا أمرنا الله عز وجل بالاعتدال في الإنفاق، هذه التوجيهات الاقتصادية المالية أعزائي الطلبة، وهي أن الله أمرنا بالاعتدال في الإنفاق. وهنا أذكركم بأنه كان قد مر معنا في درس سابق الفرق بين الإسراف والتبذير، فالتبذير هو إنفاق في الأمور المحرمة. لربما لو كنا في الغرفة الصفية الكثير منكم يرفع يده ويقول: أنا أجيب. التبذير ما هو التبذير؟ التبذير كما مر معنا إنفاق في الأمور المحرمة. فالمدخن أعزائي الطلبة هذا مبذر أم مسرف؟ نقول هو مبذر، لأن التبذير إنفاق في الأمور المحرمة، وأما الإسراف فهو الإنفاق الزائد عن الحاجة غير المبرر في المباحات، وقد ذمه الله عز وجل كذلك. التبذير ماذا قال الله عز وجل عن المبذرين؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما المسرفين قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. فكلاهما ذمهما الله سبحانه وتعالى، وهو فعل لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لا المسرف ولا المبذر والعياذ بالله. ثم هنا الله سبحانه وتعالى في هذه التوجيهات الاقتصادية المالية أمرنا الله عز وجل كما ذكرنا بالاعتدال في الإنفاق. لماذا علينا أن نعتدل في الإنفاق أعزائي الطلبة؟ لأنه يعود بالخير على الأسرة وعلى المجتمع، لما له من دور إيجابي كذلك في الاقتصاد. عندما يكون في اعتدال في الإنفاق فيه دور إيجابي في الاقتصاد، يحافظ على دخل الفرد، يحافظ على مقدرات البلاد وثرواتها. ومن هنا
فقد نهانا الله عز وجل عن البخل والإسراف. نهانا الله عن البخل ونهانا الله عن الإسراف. وهنا شبه الله عز وجل البخيل. بماذا شبه البخيل أعزائي الطلبة؟ الله عز وجل شبه الله تعالى البخيل بمن يربط يده إلى عنقه، وشبه المسرف بالذي يبسط يده لينفق جميع ما فيها. وبين الله عز وجل بأن البخل والإسراف لا يأتيان بخير، بل يكون صاحبهما مذموما عند الله وعند الناس، كذلك يكون متحسرا نادما على ما فعل. فالرزق أعزائي الطلبة بيد الله سبحانه وتعالى، فما على الإنسان إلا أن يسعى في تحصيل رزقه ويتوكل على الله عز وجل، لأن رزقنا جميعا على الله سبحانه وتعالى. فهو الله عز وجل الذي يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقسم الله عز وجل، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم هنا أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهنا ما الفرق بين الشح والبخل أعزائي الطلبة؟ أقول الشح هو شدة الحرص على الشيء وجشع النفس عليه، أما البخل هو منع إنفاقه بعد حصوله، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. ومن هنا فقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يبتعد عن الشح يكون مفلح، وأما البخيل والعياذ بالله فالله عز وجل ذمه كما ذكرنا في حديث سابق. هنا نستنتج خطر البخل على الفرد والمجتمع. هناك أخطار كثيرة جاءت في هذا الحديث يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها سفك الدماء. سفك الدماء من نتائج البخل. ثم استحلال المحارم بغير حق والعياذ بالله، وانتشار الفساد وانتشار الحقد والغل بين الناس، وظهور الأنانية وحب الذات والعياذ بالله، كلها من أخطار البخل على المجتمع. أما الموضوع الثاني التي تحدثت عنه الآيات وهي توجيهات اجتماعية، اشتملت هذه الآيات على توجيهات اجتماعية. هذه التوجيهات الاجتماعية مهمة. لماذا هي مهمة أعزائي الطلبة؟ لماذا؟ ما الهدف منها هذه التوجيهات الاجتماعية؟ الهدف منها حفظ المجتمع من كل أسباب الرذيلة والفساد، وهي على قسمين كما في هذه الآيات. أولها حرمة النفس البشرية، والثانية الدعوة إلى العفة. حرمة النفس البشرية والدعوة إلى العفة. حرمة النفس البشرية، هذه النفس أعزائي الطلبة من الضروريات الخمس التي أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها، وهي من مقاصد الشريعة التي أمرنا الله عز وجل بأن نحافظ عليها، وكرمها الله عز وجل وحرم الاعتداء عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الاعتداء على النفس البشرية من المهلكات. من المهلكات، ماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذه النفس؟ عده من المهلكات، فحرم الاعتداء على هذه النفس بأشد أنواع الأذى كالقتل أو أي أنواع الأذى والعياذ بالله. والله عز وجل وجه ولي المقتول، لا سمح الله لا قدر الله إن وقع هناك جريمة قتل، وجه ولي المقتول إذا كان هذا المقتول قد قتل ظلما بأن الله عز وجل قد حفظ له حقه. كيف حفظ الله عز وجل لولي المقتول حقه؟ نقول أولا بالقصاص من القاتل، ثانيا أخذ الدية، ثالثا أو العفو. نقول بالقصاص من القاتل أو أخذ الدية أو العفو، ولكن هذا بشرط أن يكون تنفيذ ذلك في يد الحاكم أو من يوليه الحاكم كالقضاء. وهنا الله عز وجل يحذرنا من فعل من أفعال الجاهلية دلت عليه هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في هذه الآية دلالة على تحذير من فعل أهل الجاهلية قبل الإسلام. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقتلون أولادهم مخافة الفقر، فالإسلام دعا المسلمين إلى المحافظة على أبنائهم والعناية بهم، وأن يطمئنوا بأن رزق هؤلاء الأبناء ورزق الآباء كذلك على الله سبحانه وتعالى. ثم الموضوع الثاني من التوجيهات الاجتماعية الدعوة إلى العفة. ما معنى العفة؟ ما معنى العفة أعزائي الطلبة؟ العفة عفة عن الحرام أي كفة، والعفة هنا ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بالحلال. دعا الإسلام إلى العفة، دعا الإسلام إلى ضبط النفس عن الشهوات المحرمة والاكتفاء بالحلال. ومن هنا حرم الله عز وجل الزنا كما جاء في هذه الآيات. لماذا حرم الله الزنا؟
لماذا حرم الله عز وجل الزنا أعزائي الطلبة كما قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين؟ لماذا حرم الله الزنا؟ الجواب لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. ثم ثانيا سبب الزنا سبب رئيسي في هذه المجتمعات وكذلك تفكيك الأسر، وهو يؤدي لاختلاط الأنساب، والزنا يؤدي لانتشار الفساد والأمراض الفتاكة، وكذلك يؤدي الزنا إلى تعجيل العقوبة للناس في الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا جاء التعبير القرآني بقوله تعالى ولا تقربوا. لماذا قال الله ولا تقربوا ولم يقل لا تزنوا؟ ذكرنا ذلك في شرح الآيات أو في تفسير الآيات، وهذا تأكيد على شدة حرمة الزنا وضرورة الابتعاد عن كل ما يؤدي إليه من خلوة ونظر محرم أو كلام أو غير ذلك والعياذ بالله. وهناك قيم مستفادة من هذه الآيات الكريمة، منها أنفق ما معي من مال باعتدال، لا أعتدي على الآخرين ولا أهضم حقوقهم، وأحفظ نظري عن كل ما حرم الله عز وجل، ثم أعف نفسي عن الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسئلة أعزائي الطلبة، يقول السؤال الأول: اشتملت الآيات الكريمة على مجموعة من التوجيهات في مجالين أذكرهما، ذكرناهما أعزائي الطلبة، وهو أولا توجيهات اقتصادية مالية، ثانيا توجيهات اجتماعية. بين معنى مفردات التاء الآتية: محسورة محسورا نادما. ما معنى ويقدر؟ أي يضيق الرزق. إملاق أي فقر. اقرأ قوله تعالى أو اقرأ قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم أجب على الأسئلة الآتية: بما شبه الله كلا من البخيل والمسرف؟ الجواب مر معنا أعزائي الطلبة، شبه الله البخيل بمن يربط يده إلى عنقه، وشبه الله المسرف بالذي يبسط يده لينفق جميع ما فيها. نعم. علل ما يلي: تحريم الله تعالى الزنا. لماذا حرم الله الزنا؟ لأسباب كثيرة. أولا لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. السبب الرئيسي في هذه المجتمعات تفكيك الأسر، اختلاط الأنساب، وانتشار الفساد والأمراض الفتاكة، وتعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أكمل الفراغات الآتي بما يناسبها: أولا ألف قتل الأولاد خشية الفقر من فعل أهل الجاهلية، إذن الجاهلية في الفراغ. ب عد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على النفس الإنسانية من المهلكات. جعل الله لولي المقتول سلطة على القاتل بالقصاص أو أخذ الدية أو العفو، بشرط أن يكون تنفيذ ذلك بيد الحاكم أو من يوليه الحاكم كالقضاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أعزائي الطلبة ألا يجعلنا لا من المسرفين ولا من المبذرين. أعزائي الطلبة، خاصة في هذه الأيام التي نحن فيها، علينا أن نبتعد عن الإسراف. الإسراف الإنفاق إنفاق في الأمور الإنفاق الزائد عن الحاجة غير المبرر في المباحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتدلون في الإنفاق، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. إلى درس آخر نلتقي إن شاء الله.